تمام. عندنا طبعا تيرجاني سياسي موجود مع منتخب تونس وهو ما شاركش خالص في مباراه ليبيا اللي خاضها منتخب تونس. مش شايف ان عيب مش شايف ان عيب قوي ان يعني كفايه بقى فرجاني ساس، يعني كفايه بقى، كفايه يعني كفايه كل يوم افتح طريق مسدود مع فرجاني ساسي، فتح خط مع فرجاني ساسي، قاعده مع وكيل فرجاني، عيب عيب. انا من شهر 11/2020 قلت ساسي مش في الزمالك، عيب. كفايه كفايه الزمالك اكبر من كده، يعني شايف ان 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 مش كفايه هذه المهزله عليها ان تتوقف يعني، ولا انت شايف ايه على كرأي شخص يعني؟ ما هو خلاص، هو خلاص الخط قطع من اسبوع واحنا اتكلمنا فيه، ان النادي قال له يا ابن الحلال انا هقدر ادفع 1,600,000 يورو يناسبك اهلا وسهلا، ما يناسبكش خلاص. هم قفلوا الباب من اسبوع خلاص، هو ما يناسبوش 1,600,000 يورو الله يسهل له، والجمهور خلاص الرساله وصلت له ان النادي دي امكانياته، وان اللي طالبه اللاعب يفوق امكانيات النادي خلاص. انا كراجل متابع فخور ان انا في شهر 11 و12 قلت ما فيك ساسي وساسي مش في الزمالك، والنهارده داخلين على ابريل ولسه الناس بتتكلم في حاجه انا حسمتها من 4 اشهر يعني، ورهنت الناس كلها وقلت ما فيك ساسي. حتى لما جه كارديرون قلت احتمال ساسي يفضل ومش عارف ايه والكلام ده كله، بأرقام يحددها الزمالك مش يحددها ساسي، لكن مفيش ساسي يا جماعة، كفاية عيب يعني. يرجع بقى الحلق للست والتيشيرت والناس اللي أهانت الزمالك دي لازم تتحاسب بصراحة يعني. أنا جات لي دلوقتي تصريحات أهي وأنت معايا علاء من الأستاذ إبراهيم عبد الله مع الأخ المحترم الأستاذ إبراهيم فايق في جمهور التالتة. لجنة الزمالك تعرضت لهجوم شرس خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إبراهيم عبد الله لإبراهيم فايق: قررنا عودة عضويات ممدوح عباس وهاني العتال ورؤوف جاسر. إبراهيم عبد الله: كل العضويات التي تم شطبها في السابق عادت لأصحابها. سنقبل استقالة أحمد زاهر بناء على رغبته. ندير موارد مالية، ندبر موارد مالية خلال الأسبوع الجاري لصرف مستحقات فريق كرة القدم، وكان لهم متأخرات قيمتها 152 مليون جنيه. إبراهيم عبد الله: لاعب الفريق الأول لم يطالبوا بمستحقاتهم، أقسم بالله لم يطلب لاعب مستحقاته. آخر تصريح اللي قاله ده عكس الكلام اللي اتقال مع ميدو امبارح، مع ميدو ومدحت عبد الهادي. رأيك في التصريحات دي علاء؟ الأستاذ الكابتن إبراهيم عبد الله بيقول لك اللجنة تعرضت للهجوم، طب هو ما سألش نفسه يا اللجنة تعرضت للهجوم إمتى؟ اللجنة تعرضت للهجوم اللاذع والصخب من الجمهور لما خدوا قرار برحيل باتشيكو. لما خدوا قرار ومشوا باتشيكو قبل مباراة بخمس أيام. لما ما قدروش يصبروا على الراجل في مباراة أمام الترجي. وفتحوا استديوهم وجابوا كارتلون واحنا جبنا كارتلون ونزلوا على الموقع الرسمي الشكر لباتشيكو وخلاص باتشيكو انتهى بعد ماتش سيراميكا واحنا ومش احنا ومش احنا، وفي الاخر لا كان لا منظر ولا شكل ولا مستوى امام الترجي. لعبنا 45 دقيقه شوط اول، رحنا على مرمى الترجي بفاول شاطه اشرف بن شرقي. مش عايز الجمهور يهاجمك يا كابتن ابراهيم انت واللجنه، وانت طلعت قلت انا ماليش دعوه، وكله طلع قال لك انا ماليش دعوه، امال مين اللي جاب كارتلون؟ الجمهور هو اللي جاب كارتلون؟ ما اللي جاب كارتلون يطلع كده ويقول لنا انا اللي جبت كارتلون. كل واحد غسل ايده وقال لك انا ماليش دعوه. ايه الاستاذ صالح حشيش عمل لك بيان وقال لك انا راجل بتاع عمليات انا ماليش دعوه، كل واحد يطلع يقول لك انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، ايه يا كارتلون انت جاي مع نفسك؟ انت جيت لوحدك؟ طب لازم الناس تزعل ولازم الناس تهاجم اللجنه، طب ما انا اتغلب في القاهره من الترجي 1-0 والمطلوب ان انا اغلب الترجي العب 45 دقيقه ما اروحش بكوره على مرمى الترجي ما اشوفش حتى جول الترجي وربنا يستر في ماتش المقدوديه.
ربنا يستر. وفي الاخر الحاج كانتيرون طلع قال لك البوئين اللي معروفين، اي مدير فني تجيبه في الاول يتغلب يقول لك ده شغل اللي قبلي، انا ماليش دعوه، ده انا جيت ما لقيتش فرقه ولسه هبني فرقه، ويا عيني ما عندهمش لياقه وهجيب لهم لياقه، وبعت استورد لياقه وادور لهم على لياقه، هم البوئين اللي حمضانين اللي معروفين. فرقه يا حبيبي اللي انت جاي تقولها ما لقيتش فرقه؟ انت جاي تهجص؟ دي فرقه لعبه نهائي دوري ابطال افريقيا. ومع احترام النادي الاهلي الزمالك كان افضل في المباراه. انت جاي تهجص؟ فرقه اللي ملهاش لياقه؟ ده انا بغلب في اخر دقيقه، ده انا حتى ماتش وادي دجله اللي انا تعادلت واخد ضربه جزاء في الوقت بدل الضايع. انت جاي جايب معاك شماعتك جاي تعلقها لي؟ وساعتها كل نجوم الكوره قالوا للجنه وقالوا للمكتب التنفيذي باتشيكو ما يمشيش، باتشيكو ما يمشيش، باتشيكو يقعد ماتش الترجي، راحوا ضاربين كرسي في الكلوب وقال لك بعد ماتش سيراميكا بنص ساعه يلا يا باتشيكو روح، احنا خلاص احنا بعدنا الطوفان. طب وفين يا كابتن؟ هو فين؟ مش عايز الناس تزعل؟ لا الناس ما تزعلش، تتغلب في استاد القاهره وما تزعلش، ايه رايك؟ كلام طبعا غير طبيعي يعني، كلام بعيد عن الواقع، بعيد عن الواقع بالمره يعني. المستشار عماد عبد العزيز كمان طالع بعد شويه مع سيف زاهر. مفيش مشكله، الشارع عماد راجل محترم وكلهم ناس محترمين، بس احنا بنتكلم في واقع حصل. اي ما انا فاهم، عشان بس تتابع يعني عشان لو في اي تعليقات ولا حاجه. تمام، احنا بقى كنا بنتكلم في فرجاني ساسي. بقول لك فرجاني ساسي ما لعبش مباراه في ليبيا. والمدير الفني لمنتخب تونس لما اتسال ازاي فرجاني ما لعبش وما شاركش خالص، فقال لك دي وجهه نظر فنيه بحته. وبعد كده اتكتب في الصحافه التونسيه ان الراجل ما دفعش فرجاني لانه شايف ان شق الدفاع عند فرجاني مش كامل. تمام. ان هو لعيب كويس وبيتحكم في الكوره وبينقل الفريق، لكن الشق الدفاعي شايفه ان هم ما بيأدوش بصوره جيده. وجهه نظر مدير فني تحترم طبعا. المهم فرجاني ساسي المفروض هيجي مصر. الميعاد المحدد له يوم الاربعاء، منتخب تونس هيلاعب منتخب غينيا الاستوائيه. وطبعا هو هيجي يوم الاربعاء لان الزمالك هيسافر الخميس ان شاء الله. هيسافر الخميس على الجزائر، مباراته يوم 3 ابريل. الجزائر على فكره مولوديه الجزائر لعب ماتش جامد جدا جدا اول امبارح وتعادل 2-2 مع اتحاد العاصمه. المشكله مش في التعادل، المشكله انك انت، انا اتفرجت على الماتش، الفرقه مرعبه والله. ان شاء الله نتمنى ان الزمالك يعدي المباراه. ما انا بقول كده بس، كان غير المكسب، ملوش اي نتيجه غير المكسب طبعا، عشان بس نجيب على بلاطه. تعادل يبقى اوت من بطوله افريقيا. لا قدر الله خساره طبعا يبقى اوت من بطوله افريقيا. ملوش غير المكسب. مشوار صعب. نتمنى ان كره القدم ان شاء الله تبتسم لنا باذن الله يوم 3 ابريل والزمالك ياخد الثلاثه بونت، لان انا رايي الزمالك لو خد الثلاثه بونت بتوع المولوديه هيتاهل. طبعا مباراه المولوديه والترجي مش هيبقى فيها لا تفويت ولا الكلام ده، مباراه صعبه قوي وبنسبه كبيره الترجي هيغلب والزمالك ساعتها هيتاهل.